أمل، يا أمل السلام عليكم. يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيك يا أمل. عندي كم استفسار الله يعافيك. يلا قولي. الأول، حكم الاستغفار وأنا أتابع التلفزيون مثلا، والله في أحلى منها يعني، مقبول يعني؟ إيه ولا في أحلى منها. الذين يذكرون الله قياما إيه وقعودا، صح؟ تمام. وأما مسألة إن الله لا يقبل من قلب لاهن، هذا الحديث مختلف فيه، منهم من حسن الحديث ومنهم من ضعفه، والحديث جاء بموطن الدعاء، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب لاهن، دعاء طلب، يعني فوق ما أنت تطلب، فوق هذا مشغول، فهذا الحديث ضعيف، وبعضهم حسنه، ليس العبرة، العبرة أنه في موطن دعاء. أما الاستغفار والذكر، ماذا قال الله عز وجل؟ الذين يذكرون الله إيه؟ قياما وقعودا وعلى جنوب. يعني تصوري أنا الآن يا أمل، من أي دولة أنت؟ من السعودية. من سعودية والنعم. صوري أنا منسدح على وعمل كذا ورجل على الرجل وأقول استغفر الله استغفر، مش مو هذا ربنا ذكره صح؟ وعلى جنوبي أو منسدح كذا وجالس أكل حب استغفر الله، ربنا ذكر. فلا تحجر واسعا، علمتي؟ إيه تمام، واضح. طب في قراءة القرآن بدون وضوء إيه عادي يعني على الطهارة لكن بدون وضوء؟ إيه طبعا، أنت تقصدين الحدث الأصغر صح؟ بالضبط. زين، شو دليلك؟ تعالي أنا بحب النقاش، شو دليلك إن لازم طهارة مثلا؟ شو دليلك؟ تلاقي مستهل المطهرون. ممتاز. شو قبلها بآية؟ ما بعرف. قال الله إنه لقرآن كريم في كتاب. وين الكتاب المكنون؟ وين؟ ما عندي فكرة. الكتاب المكنون لوح المحفوظ فوق. أيوة. ثم قال لا يمسه إلا مطهر. أحسن. إذن عن من يتكلم الله؟ عن اللي فوق. عن مين اللي فوق؟ الملائكة. الملائكة. زين، أنا بسألك سؤال، شو الفرق بين مطهر ومتطهر؟ ما أعرف، أنا أحتاج أنك توضيح. أنا الحين بوضح لك، أنا وأنت نفكر على هوا يعني بصوت عالي. تعالي، أنت حافظة آية المحيض، يسألونك عن المحيض قل فيه أذى، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء المحيض. شو ايش قال بعدها ربنا؟ ما ناسي الآية. ايه قال حتى يطهرن. تمام. فقال فإذا تطهرن. ليش ما قال فإذا طهرن؟ ليه؟ لما قال الله عز وجل حتى يطهرن، الحيض ينقطع بإرادتك ولا شيء في جسدك بغير إرادتك؟ غير إرادة. فالله قال يطهر لأنه أنا اللي طهرتها فمنعت الحيض. زين، المرأة أنت يوم ينقطع الحيض شو تسوي أول شيء؟ تطهر، تستحم. بالضبط. فقال الله فإذا تطهر يعني استحمت، يعني أنا بإرادتي صح؟ فلما نقول مطهر هو الذي خلق مطهر ليس بإرادته، فالله قال لا يمسه إلا مطهر. عن من يتكلم الله؟ عن البشر ولا الملائكة؟ الملائكة. أحسنتي. عرفتي؟ اقتنعتي؟ أيوة أيوة، واضح. أيوة. طيب حكم تعليق صورة الميت في الغرفة مثلا أو وين في الجوال؟ شو المشكلة؟ شو المشكلة فيها؟ في ناس يعني تسألهم يقولون لا هيه. ما بيجوز. شو الدليل؟ أصلا التصوير حرام. كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانون؟ ما تجوز عليه غير الرحمة. زين، كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانون؟ لا. كان شو النوع الثاني من الكاميرات؟ ما كان في شيء. زين، كيف يعني لماذا آيفون. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الى ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب او تصاوير، شو التصاوير التي ارادها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما اعرفها. التماثيل، الاصنام. تماثيل، علمتي؟ فهذا الذي اراده، تعبد من غير الله. لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الصور، علمتي؟ ثم أيوة. مسألة أخرى، هل هذه الصورة رسمت باليد؟ لما يأتي الله عز وجل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحيوا ما خلقتم، هل الصورة المعلق الميت حد رسمها ولا هي انعكاس؟ لا انعكاس. يعني أنت يوم تقفين على المراي، زين صورتك على المراي صح ولا لا؟ تمام. يوم أنت تقفين على الماي صورتك على الماي صح؟ بالضبط. كذلك الصورة انعكاس لك على الحقيقة كظلك، علمتي؟ أيوة. يعني ما فيها شيء. ما فيها شيء. تمام. طيب حديث النفس يا شيخ، اللي مثلا انا اذم فلانه في نفسي بجوات نفسي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تجاوز عن امتي ما لم تكلم.
طيب لو تكلمت بس ما في أحد سامعني مثلا تأثمين لكن بصوت؟ لأن الله يقول ما يلفظ من قول يكتب عليك. أيوة يعني بحدث النفس ممكن. خليه في النفس لا تخرجينه. نعم أوكي. طيب صلاة الوتر أنا أصليها 3 ركعات زين. يعني مع بعض إيه لا بأس دايما هي صحيحة ولا إيه لازم نعم. ركعة ثلاث لا بأس. أوكي نعم. يعني شكرا. طيب بس توضيح على كلام أنت قد سبق وقلت يا شيخ عن آية إنك لتكن عظيم. إيه أنت فسرت الآية قول الله تعالى هي مقولة العزيز. نعم. فبس ممكن توضيح على هذا الشيء. شوفي اسمعيني فضل. الله عز وجل أحيانا يذكر كلاما على لسان البشر ينفيه ينفيه وأحيانا يصدق. يعني مثلا الله عز وجل وش قالت زليخة إن النفس كملي لأمارة إيه بالسوء. هذا كلام زليخة. شو قال ربنا بعدها إلا ما رحم ربي. نفى البعض صح. وأحيانا الله عز وجل يثبت الكلام. يعني لما قال لما قالت ملكة سبأ إن الملوك إذا دخلوا قرية إيه أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. انتهى الكلام. ماذا قال الله بعدها وكذلك يفعلون أثبته. علمتي. فالله عز وجل لما يعني قال إنه من كيدي إنه من كي من كيدي كنا إن كيدي كنا عظيم. أيوة. لم ينفي ولم يثبت. تمام. علمت. فظل فبقيت الآية على حالها. وليس الكيد ترى الله عز وجل شان وصف وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وصف الله الرجل بالمكر. أيوة. صح. صحيح. وصف المرأة بالكيد. فالكيد وش الكيد؟ الشيطان كيده قوي ولا ضعيف؟ قوي. لا ضعيف. إن كيد الشيطان كان ضعيفة. ضعيف. ضعيف. ليه؟ لأنه صاحب حيلة ودهاء وكذا إلى النهاية. المرأة كلما زاد ضعف المخلوق زاد كيده. علمتي؟ زاد كيده. فالكيد الكيد للمرأة سلاح لها لتقاوم مكر الرجال. أيوة تمام. يعني لا تذم به. ما هي إثبات ولا نفي. أيوة. معلق. لا لا تذم به. سلاح. أيوة. كل مخلوق له سلاح. سلاح المرأة الكيد والرجل المكر. والله عز وجل شانه جعل من سلاح المرأة الكيد لتقاوم مكر الرجال. أيوة. يعني من قول الله تعالى وقول العزيز ما أدري ما وضحت عندي لسه الفكرة. نعم. يعني هي قول أقره الله. أقره الله. أقره الله. نعم. آخر استفسار. نعم. الحلقة صارت من رحيق أمل. لا خلاص آخر استفسار. لقاء الحي بالميت أنت ذكرت في المنام. في المنام. إنه يكون لقاء حقيقي تقريبا. طيب لو شفت شخص حي يعني في المنام. نفس الشيء. يكون على حسب. يكون إما استباق زمان. أو رسالة أرادها الله ملك تمثل بصورته ليبلغك رسالة فيؤخذ من اسمه أو شيطان تمثل به لها عدة أوجه يعني. نعم تمام. أوكي شكرا يعطيك العافية. مرحبا.